التحديات تعيشها العائلات التونسية من جراء البنوك، أغلبها مرهون للبنوك الخاصة والعمومية، والمراقبات متاعهم تتقص تقريبا كاملة، والمواطن ما ينجمش يجبد حتى 100 مليم من البنك إلا بالتراخيص، ومأساة تتكرر من الشمال إلى الجنوب. جيتنا من صفاقس، قلت لي جيعان، قلت لي تمرمت، قلت لي أنا ما نجمت حتى ندخل بنتي تقرأ، لأن البنكة منعتني باش نجبد حتى 100 مليم من شهريتي. احكي لي. بس يا حسين، نمشي لهم نخدم أنا ومرتي، فهمت؟ أنا رتريتي، المرأة كانت أكسيدون ترافاي رجعت توا تخدم به. نمشي على أساس نحبوا حتى 300، راني مينش قاعد نطلب لا في شهري دينار باش تجبد، باش نجبد 300. باه يقول لي لحظة، يعمل يقول لي أنا عملت لك مطلب، أنا عملت لك مطلب للبنك تونس، يعمل مطلب وبعد يقول لي راه ما وافقولكش. إيه خو، إيش ناكل وإيش نشرب أنا؟ إيش ناكل وإيش نشرب أنا؟ بنتي داخلة تقرا، إيش باش نعمل لها؟ إيش باش نعمل لها لبنتي؟ يقول لي خويا الغلب، أنا الغلب نعب مسير، أنا عب مسير، ما نجم نعمل حتى شيء، ما نجم نعمل حتى شيء. نمشي لهم للإدارة الجهوية، أنا أشوفهم معاهم، نمشي للإدارة الجهوية ما يحبوش يقبلوني. طلع لي الدم الفاسد ثلاثة مرات، نمشي لهم ما يحبش يقبلني. يقول لي برا جيب الشيف داجونس نتاعك، نمشي هاي يخرج معايا. قال لي جيب الشيف داجونس، يكلموا لا ما تجيبوش اليوم، راه عندي رينيو، لا ما تجيبوش اليوم. تقهرت يا سي محمد، يا سي محمد تقهرت. عندي 6 شهور ما جبت حتى شيء. عندي 6 شهور ما جبت حتى شيء، جبت كان 380 دينار في عيد الكبير، ما كانوا يعطيوهم لي، كان ما دوروا لي وجهي لقفايا. مشيت بعد عيد الكبير يا ولدي، قلت له اعطيني على الاقل طرف فلوس بعد عيد وبعد كذا، عمل كيف ما هكا، طلب لي البنك، قال لي اسمع راه وافقوا لك انا على 50 دينار. قلت له باهي 50 دينار نتعشى بهم لينا ونقعد الشهر مرتاحة. يا ولدي اتقوا ربكم يا ولدي، كذا يا ولدي في طولكم يا ولدي، شيء ما باي يسمعني حد سي محمد، ما باي يسمعني حد. شهرتك انت ومرتك قديش؟ مليون و400. مليون و400 ما يعطيوكش حتى 100 دينار، علاش هذا الكل؟ انت يا خويا غيرك في الروج، وما نجموش يا خويا نتصرف، وما نجموش، وامورك ما هيش. نجي للمدام نقول لها يا مدام خلي الروج، خليه ينقص شويه، ما نجبدوش الشهر هذا، تو نتحملوا رواحنا، احنا تحملنا 4-5 شهور باش ما نتحملوش كذا كذا. تدخل الشهريه 1,400,000، نمشي نعمل اكسترين، نلقى الروج تزاد مش نقص. 1,400,000 تو كانت تدخل 860 هي كانت اكسيدون ترافاي. دخلوا 1,400,000 نلقاه الروج هو بل بالعكس زاد. راني تقهرت، هذا كيفاش؟ هي تعطيوني ما ناكل، ما عندناش، ما نجموش نعطيوك. يقول القايل والمتفرج توا، انت علاش غرقت في الروج؟ شنو خذيت من البنكة باش يصير فيك هكا؟ يا سي محمد لعبات ما تمرضش. انا جاوني ذكري شوي لمت، هزوني من الدار مرابعة للمصحة، خليت في المصحة 8 ملايين. انا بتربي الوجوه الطيبة اللي كيفك كنت وامثالك، فهمت؟ عانوني ولمدوهم لي 8 ملايين، فهمت؟ بعد قعدت 3 شهور مراني، طو عملت انا قرض ب 52 مليون. شاف داج 52 مليون با، خذيت بهم دويرة وعندي شويه روج غطيته، شويه روج غطيته، وعندي قرض صغير تغطى به. قال لي وليت زيرو، عملت العمليه في المساحه، قعدت 3 شهور مرتاح، خرجت نلقاها من الزيرو وليت 2.5 ملايين، وبدا يكثر الشيء. راني مش ناخذ في شهريه كامله يا سي محمد، راني ما نمشي لهمش نقول لهم اعطيوني ما نصرف، اعطيوني 3-400 هيك حد، عمري لطلب 500، اقسم بالله عمري لطلب 500، كانت 3-400. مره وافقوا لك مره لا، نروح للدار العصب يقيم فيها وحط، ما عرفت ما نعمل. قلت لي الروج كان 2.5 ملايين، فجاه دا يطلع ولا 4.5 ملايين، وانت ما تجبدش حتى فرنك من شهريتك، عايش سامحني على ربي، ما نحبش نقول حاجه اخرى، عايش على ربي. كيفاش الروج يزيد وانت مش قاعد تسحب في الفلوس؟ هيك القهره ما فهمتهاش، هذه الحاجه راني ما فهمتهاش.
يا خويا هات وعطيني شكون مدير عطيني كذا يقنعني ما يسالش نحب نعرفهم وين يمشيوا ال 14% توا كنت 860 تدخل وحدها 4 ملايين و 244 4 ملايين و 244 خدمت معايا المدامة في شهر أوت 14% دخلوا فهمت 860 دخلوا لهم 25 جويي والشركات ماهم يخلصوا ديما لكاتر والتروا دخلوا لها 552 دينار قلت له يا مدام خلي ماهم ما حبوش يعطيونا خلي جيت نعرف بعد عملت اكسري نعرف الروج نلقاها تزيد 20 الف 4 ملايين و 266 خرجت من الغادي نرعش المرأة قسما بالله العظيم قالت لي وقت اللي وصلنا للدار بالموبيلات لاباس قالت لي تسمى سلكناها سامحني معناتها اليوم انت عندك 1,400,000 شهرية ومرهون للبنك عندك قلت لي بنتك ما نجمتش ترجعها تقرا قسما بالله لا نجمت ترجعها تقرا بنتي تمشي تبكي جي تبكي الجمعة الأولى الجمعة الأولى بنتي أول عام مسكنا في الكليج فرحانة من السادسة للسابعة تمشي تبكي تجي تبكي ما عندهاش لا أدوات لا أكتبة جاو من عند ربي سبحانه وتعالى ما نكذبش عليك الكريسات باهي نصبر فيها باهي تو ناخذ الشهرية من البنك شو نقول لك مقهور مقهور منهور هيك شو نقول لك اليوم الشهادة من صفاقس والسيد جانا من صفاقس لتونس تسلف ركوبه نعم تسلف ركوبه وهذا حال آلاف إن لم نقل مئات الآلاف من الموظفين الصغار في بلادنا تفضل يا أخويا فيقوا على رواحكم وحسوا بالعباد حسوا بالعباد علاش يا رسول الله وبرا حتى عايش في الروج وبرا حتى معناتها غرق شوية في الروج عنده حق في شهريته حتى في 40% تعطيه له وياكلها ويشربها ومرته وصغره يقتلهم بالشر شيء يحشم والله شيء يحشم فهمت قل لي سؤال ربما يحرجك تفضل فما البعض يقول لك يستانس بالقروضات هات 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 وما يقراش حساب غدوة يفسد فلوسه الحالة هذه معك انت صحيحة؟ والله لا صحيحة والله القرض كان مش الدار متاع أخويا قسما بالله ما نعمله كي نموت والله ما نعمله حتى كي نعمل القرض نعمله متاع 3-4 ملايين هكا حدك أما كان حسبت هكا كان حسبت هكا وقسم بالله ما نعمله راني اسمع محمد نمرض راني وليت نمرض مش متاع لاب راني طونسيون وسكر مريض وكبدة مريض 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 وخوف من هذا كل جيعان جيعان اقسم بالله العظيم ليلة على ليلة نلقوبش اي سيدي قسما بالله باش طلعت لتونس تسلفت الفلوس وحق ربي وحق اللي يشفع فيه الامه اكثر شيء من هك شن نزيدك ما عرفت ما نعمل المرأة مقهورة منهورة المرأة مقهورة منهورة هذا بطبيعة الحال حالة التوانسة مع البنوك الخاصة وحتى العمومية والسؤال المطروح من يراقب البنوك من يردع البنوك من يتدخل لآلاف أو مئات الآلاف من صغار الموظفين كما السيد اللي كنت نحكي معه